مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله حنعمل كيكة الكالسيوم. هي مليئة بالكالسيوم، هي مناسبة للكيتو دايت ولمرضى السكر بدون اي نوع دقيق بدون زيوت، سهلة وسريعة جدا. يلا على الوصف. كوب ونص سمسم ني يكون 225 جرام، نطحن كل الكمية مثل هيك لازم يكون، نوضعها بمحضرة الطعام. بيض حجم كبير عدد 4، معلقة صغيرة بيكربونات الصودا أو صودا الخبز اسمها، بديل السكر أو التحلية، الكمية والنوع حسب نظامكم الغذائي، ماء دافئ نصف كوب 110 جرام، بشر ليمونة. بعد ما نبشرها بنعصرها، بنعصر الليمونة بنوضعها مع الخليط، معلقة كبيرة كاكاو خام أو أكثر أو بدون حسب الذوق. إذا كان بدون كاكاو خام يجب تقليل الماء إلى ثلث كوب بدل نصف، يعني 80 جرام بدل 110 جرام. خلط المكونات قليل حتى تنسجم. ممكن عدم استخدام محضرة الطعام، يعني نعملها بمضرب يدوي، نعملها ممكن نستغنى عن محضرة الطعام. سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات، مثل هيك لازم تكون. يعني ممكن استخدام أي وعاء يدخل الفرن، يعني يكون مناسب للفرن يتحمل حرارة. أي وعاء ممكن نستخدم زجاج، سيليكون، أي شيء. أنا هستخدم هذا، حدهنه قليل من الدهون على القالب. أنا وضعت زيت زيتون، أنتوا حسب ذوقكم أوضعوا. نشغل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 170 درجة مئوية، نوضعها بالرف الأوسط لمدة 30 دقيقة. هذه هي المكونات. نفحص الكعكة باستخدام عود الأسنان. بعد 30 دقيقة فحصتها بعود الأسنان هيك 100%. بنطفئ النار، بنفتح باب الفرن وبنخلي الكيكة تبرد في داخل الفرن، بنخليها تبرد هيك. بعد ما بردت في داخل الفرن، السعرات الحرارية لكل الكيكة 1650 سعرة حرارية. ملاحظة، يجب عليكم التأكد من هذه الوصفة تناسب نظامكم الغذائي أو الوضع الصحي. لا يوجد وصفة تناسب جميع الأشخاص. شايفين كيف شكلها؟ كتير هي روعة. أنا لست طبيب مختص، قد أرتكب خطأ. يجب فحص المكونات لمعرفة إذا كانت تناسب حالتكم الصحية. هي كتير روعة. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأنه رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى أنه يشتركوا بالقناة اليوتيوب، اسم القناة شيف نائل، من شان نوصلكم كل جديد. في أمان الله.